اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد معيط وزير المالية ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد جوليوس تريري لتوليد الطاقة الكهربائية بتنزانيا بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية. وقد أكد السيد الرئيس على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقا لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا ورمزا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية الشقيقة، وموجها سيادته بقيام كبار المسؤولين المعنيين في الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي والتنسيق مع المسؤولين في تنزانيا. وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض المخطط العام للمشروع والأعمال الجاري تنفيذها بسد جوليوس تريري والذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، فضلا عن التحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، إلى جانب تخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة، بما يضمن توفر المياه بشكل دائم لأغراض الزراعة والصيد والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية في إفريقيا.